تحسب المعارضة البريطانية أنها مصممة على التصدي بشكل عاجل لسيناريو بريكسيت من دون اتفاق في 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وجاء في بيان مشترك أن زعماء هذه الأحزاب المعارضة عقدوا اجتماعا مثمرا مخصصا للتصدي لاحتمال حصول بريكزيت من دون اتفاق. قبل 60 يوما من موعد طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحشد حزب العمال للإطاحة ببوريس جونسون. يراهن زعيم الحزب جيريمي كوربين على تأييد نواب أحزاب أخرى في البرلمان لموقفهم الرافض للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ويدعوهم إلى اجتماع استشاري بأهداف تشكيل تحالف عابر للأحزاب لإخراج بوريس جونسون من الحكومة وتأجيل بريكزيت. اتفق الحاضرون على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد طرق عملية لمنع بريكزيت من دون اتفاق، بما في ذلك إمكانية إصدار تشريعات والتصويت بحجب الثقة عن رئيس حكومة لا يخشى الانفصال بالاتفاق أو من دونه. أعتقد أنه من المهم أن نواصل عملية تشريعية تمنع رئيس الوزراء من تحديه لإرادة البرلمان، والذي أظهرته أغلبية هائلة قائلة إننا لا نعتقد أن هذا البلد يجب أن ينهار دون اتفاق. يحتاج رئيس الوزراء إلى احترام البرلمان وفهم دوره المتمثل في تحدي السلطة التنفيذية، هذا ما هو موجود من أجله. المجتمعون لم يفصلوا في آلية صياغة التشريعات المرتقبة ولا في جدولها الزمني الضيق، لكنهم يرون أنها السبيل الذي يحظى بأرضية توافقية بين الفرقاء السياسيين في بريطانيا. اجتماع من اتفق على الأهداف فقد اختلف في الأولويات، فمن حضر من النواب يرفضون فكرة تولي كوربين رئاسة الحكومة الانتقالية دون أن يغلقوا الباب أمام سحب الثقة من حكومة المحافظين الحالية. أولوياتنا الأولى بالطبع هي وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وهذا ما جمعنا جميعا في المقام الأول. جميعنا بالطبع أحزاب سياسية مختلفة، لذا لدينا أولوياتنا المختلفة من نواحي أخرى، لكننا نعمل معا بنسبة 100% في هذا الشأن. وفي ظل هذا التصعيد يرى مراقبون أن على كوربين الاستعداد لكلا الخيارين، لأن خسارته للانتخابات المقبلة وإن حدث تعني أن الحزب الأكبر في أوروبا بات الرجل المريض الذي يعيش على أطلال تاريخه. ترى أحزاب المعارضة أن الطريق التشريعي هو الطريق الأكثر أمانا للمضي قدما نحو منع خروج بريطانيا من دون اتفاق، لكن كل الخيارات تبقى مفتوحة بما في ذلك حجب الثقة عن جونسون، هذا الأخير الذي تقول المعارضة إنه يبحر بسفينة بريكزيت في مسار محفوف بالمخاطر من دون خارطة طريق ومن دون بوصلة، ما قد يدفع ويستمنستر إلى البحث عن قبطان جديد. هشام ميهوبي، العربي.